ومشاهدينا بنصبح عليكم من جديد، وزي ما تحدثنا في بداية مشوارنا الصباحي باستعراض فقراتنا انه اليوم رح يكون معنا موضوع في غاية الأهمية. رح نتحدث عن الجراحة العامة، جراحة الجهاز الهضمي، الجراحة بالمنظار، ايضا الجراحة الخاصة بالسمنة المفرطة، وممكن بدنا نعرف كمان من خلال فقرتنا لهذا الصباح عن الجراحة بدون خلينا ألم، يمكن للأشخاص اللي عندهم بيعانوا من البواسير. تفاصيل كثير كبيرة بتهم العديد من الأشخاص، وخاصة الأساليب والطرق الحديثة اللي يعني خلينا نقول اشتهر فيها مستشفى الجاردنز بتقنياته. كل هاي المواضيع رح نعرفها من خلال الدكتور عماد محمد الزيات، استشاري جراحة المنظار وجراحة السمنة المفرطة في مستشفى الجاردنز، وطبعا هو استشاري الجراحة العامة والجهاز الهضمي، بس يمكن عشان التايتل طويل استكفينا بس بوضع بعض الاختصاصات. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. الله يعافيك. صباحكم سعيد. الله يبارك فيك، وألف مبروك يمكن وجودكم في مستشفى الجاردنز. بارك الله فيك. أنا يعني صح لي خلنا نقول أقوم بجولة بهذا المستشفى وشفت بعض الأقسام فيه والكوادر طبعا الطبية اللي دائما إحنا بنستضيفها وحضرتك واحد منهم، وأيضا التقنيات الحديثة. لكن اليوم حابين من خلالك كمتخصص في تفاصيل كثير مهمة نعرف من خلالك عن الجراحة العامة شو تعريفها، وأيضا جراحة الجهاز الهضمي. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، بحب أشكركم على الاستضافة للبرنامج المميز، وطبعا بشكر التلفزيون الأردني لأنه فعلا له دور فعال في توعية المشاهدين والمواطن الأردني في الأمور الصحية والأمراض والمشاكل الصحية بشكل عام. طبعا بداية الجراحة العامة، لما نتكلم عن الجراحة العامة هي أحد أعمدة الطب، أو تخرج الطبيب لما يتخرج كطبيب الشهادة بيأخذها هي بكالوريوس الطب والجراحة. الطب تعني للطب الباطني، والجراحة هي الجراحة العامة. في السابق طبعا كانت الجراحة العامة هي تشمل معظم الجراحات الخاصة الموجودة الآن بما فيها جراحة العظام والسالك البولية، فكان الجراح يتخرج من الكلية على أساس أنه بتخصص بالجراحة العامة، لأنها كانت طبعا الأعداد قليلة، الأطباء قليلين، فكانت الجراحة العامة هي الأساس. مع تطور الطب وتوسعه وزيادة عدد السكان وزيادة عدد الأطباء، بدأت الجراحة العامة تأخذ منحة التخصصات المختلفة زي تخصص جراحة العظام وجراحة المسالك وجراحة الأورام، جراحات عديدة مختلفة. وبالتالي بقيت الجراحة العامة مقصورة الآن فعليا على جراحة الجهاز الهضمي أساسا، اللي هي تشمل أي أمراض تتعلق من الفم إلى نهاية الجهاز الهضمي وهي فتحة الشرج، وبعدين الأشياء الأخرى مثل الغدد الدرقية، الغدد الليمفاوية، جراحة الثدي، مع أنه الآن بدأت تخصصات مخصصة إلى هاي الجراحات أيضا اللي هي جراحة الثدي وجراحة الغدد الصماء، ولكن عادة الجراح العام أو المتخصص يستطيع. في الجراحة العامة بيستطيع القيام بمثل هاي الإجراءات. والأصل أصلا الآن حتى الآن تدريب الأطباء في بداية تخرجهم في الجراحة بتم عن طريق المرور في جميع التخصصات هذه، لازم يمر المتخصص في الجراحة العامة في جميع التخصصات، وبالتالي بياخذ فكرة كاملة عن جميع تخصصات الجراحة. نعم. لكن احنا الآن نقتصر على أساسا جراحة الجهاز الهضمي بالذات بما يشمل طبعا المريء، المعدة، المرارة، البنكرياس، الطحال، الكبد، الأمعاء الدقيقة والغليظة، والمشاكل اللي تتعلق بقناة الشرج طبعا بالنهاية. نعم، يعني حضرتك اختصاصي واستشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي. نعم. وعم نحكي كمان عن جراحة المنظار غير عن السمنة المفرطة. نعم. اللي هلا رح نحكي. نعم. عنها. فهذا بقودني لسؤال عن جراحة بالمنظار، يمكن أنا قبل الفقرة قلت لك المنظار هو جراحة. نعم. هلا فحابين نوضح. المنظار في نوعين من المنظار. نعم. بالنسبة للمشاهد أو المواطن لازم يكون عارف إنه في شغلتين. في المنظار التشخيصي اللي هو يقوم بإجراءه الدكتور الباطنية أو المختص في الجهاز الهضمي، اللي هو طبيب الباطنية أو طبيب الجهاز الهضمي، اللي هو متعرف عليه التنظير مثلا، اللي هو التنظير بتتكلم عن معظم الناس، اللي هو تنظير المعدة، تنظير القولون، تنظير الأمعاء الدقيقة، هذه متخصص فيها الجهاز الدكتور الباطنية مش الجراح، وبسموها المنظار التشخيصي اللي يقوم فيه لأنه ليس له علاقة بالجراحة. أما جراحة المنظار هي عبارة عن جراحة كاملة، يكون بالتخدير العام، المريض بيدخل المستشفى كمريض بده يدخل جراحة كاملة. لكن الفرق بينها وبين الجراحة العادية اللي متعارف عليها اللي هي الجروح، فالجراحة العادية هي عبارة عن جروح، مثلا تجويف البطن، نفتح البطن كنا كاملا بجرح كامل. الآن اللي هي أحد التخصصات المنبثقة من الجراحة العامة اللي هي جراحة المنظار، اللي بتكون عبارة عن ثقوب. الفرق بينها وبين الجراحة التقليدية، الجراحة التقليدية عبارة عن جروح كاملة،
جراحة المنظار هي ثقوب بدلا من أن تكون جروح كاملة، وبالتالي نقدر ندخل للتجويف البطني أو التجويف الصدري أو الجراحات الأخرى التي تشمل المنظار كجراحة النسائية والتوليد، كجراحة المسالك البولية، العظام، الجراحة الصدر، كل جميع الآن التجويف في البطن في الجسم الإنسان تكون عن طريق المنظار. وطبعا هاي جراحة المنظار هي جراحة اللي هي بديلة الآن أصبحت لمعظم الجراحات التقليدية اللي كانت في السابق تجرى بعمليات كبيرة وعمليات بجروح كبيرة، والمريض بتطول لما يتعافى، النقاهة تأخذ فترة طويلة، وغير المضاعفات الأخرى. هاي كلها طبعا بجراحة المنظار التغت وتجاوزناها، ويعني أدت إلى فعلا تطور كبير في عمليات الجراحية اللي بنجريها الآن. طبعا هاي كلها تفاصيل موجودة في مستشفى الجاردنز. نعم. ويمكن دكتور أنتم زودتونا بفيديو هيك. نعم. يعني عملية بسيطة بالمنظار. طبعا التقنيات كلها متوفرة في مستشفى الجاردنز. طبعا مستشفى الجاردنز لأنه يعتبر من أحدث المستشفيات الخاصة في عمان، في الأردن بشكل عام. هذه الصور بتبين كيف إحنا بنقوم بإجراء عمليات جهاز عن طريق جهاز التنظير أو جهاز المنظار. إحنا بنكون نجري العملية من خارج المريض عن طريق الثقوب في أجهزة خاصة، ندخل إلى تجويف البطن، ونجري معظم العمليات الجراحية الآن عن طريق مشاهدتنا للتلفزيون، وبالتالي بتكون إحنا شغالين في البطن زي ما بتشوف بالصورة. نعم. وبنكون بنراقب الشاشة التلفزيون اللي هي بتعطينا جميع الأجزاء اللي موجودة داخل بطن المريض. طبعا هذه بتتطلب تدريب خاص وتقنيات خاصة وعلى أعلى المستوى. طبعا هاي متوفر الآن بفضل الله بمستشفى الجاردنز وعدة مستشفيات، لكن كون مستشفى الجاردنز هو من المستشفيات الحديثة والجديدة في الأردن، بالتالي نستطيع إجراء مثل هاي العمليات والعمليات المعقدة لجراحة المنظار سواء بالجهاز الهضمي أو بعمليات الأخرى بالعظام، بالمسالك البولية النسائية. طبعا لازم يكون الجهاز المنظار على أحدث مستوى، لأنه مشان يستطيع الطبيب أو الجراح إجراء العمليات المعقدة لازم يكون المشاهدة أو على طريق التلفزيون واضحة جدا، تفاصيل كلها دقيقة، بالتالي لازم يكون متوفر الأجهزة على أحدث طراز وأحدث مستوى. طبعا هاي موجودة الآن في مستشفى الجاردنز، بنقوم بمعظم العمليات الجراحية المعقدة عن طريق المنظار، وبالإضافة للعمليات التقليدية اللي هي عن طريق الجروح التقليدية. طبعا الأجهزة متوفرة كاملة. نعم. الآن جراحة المنظار استبدل يعني حلت محل الجراحة التقليدية في العديد من العمليات. يعني مثلا الآن من الغريب أن تقول أن هذا المريض بده يعمل عملية مرارة، استئصال المرارة بالفتح، يعني هذا غير مقبول الآن، فصارت الأساس أو الطريقة المثلى الستاندرد للعمليات المرارة استئصال المرارة مثلا لازم تكون بالمنظار، استئصال الزادودية مثلا صارت الآن بالمنظار، علاج فتق الحجاب الحاجز، علاج العديد من الأمراض. وبشكل عام المنظار هو في نوعين، في نوع تشخيصي إنه بندخل لأخذ عينات لأورام أو مشاكل معينة داخل التجويف البطن، أو تكون علاجية كاستئصال المرارة، المنظار، علاج الفتق الحجاب الحاجز، علاج الفتق التقليدي، الأمور هاي كلها. صحيح. الحلو في جراحة المنظار إنه فعلا فترة النقاهة أو الريكفري تبعت المريض بتكون قليلة جدا، سريعة جدا وقليلة وبدون ألم. يعني المريض معظم المرضى أو معظم حالات المنظار بإمكان المريض يروح بنفس اليوم، يعني نعمل عملية صباحا مساء يروح على البيت، أو ساعتين ثلاثة يروح على البيت. هاي ما كانت موجودة بالسابق طبعا في العمليات التقليدية، كان المريض بيطلب أن يقعد يومين وثلاثة وأسبوع في المستشفى. صحيح. الآن نجي عمليات استئصال قولون كاملا عن طريق المنظار، فبالشكل هذا المريض كان يقعد أسابيع في المستشفى مرات، الآن يومين ثلاثة بتلاقي بروح البيت بيرجع للوضع الطبيعي، بيأكل بيشرب. ما كان الواحد بتخيل إنه هاي الأمور تحدث. طبعا جراحة المنظار بشكل عام صار فيها تطور كبير، لأن بدأت هي بأول الثمانينات بداية باستئصال، أول من قام بإجراءها كان حتى طبيب نسائية لاستئصال الزائدة الدودية، بعدين تطورت إلى في أواخر الثمانينات الاستئصال المرارة بالمنظار، وبعدها تطورت مع تطور تقنيات التلفزيون والكاميرات والأجهزة اللي بتساعدنا في إجراء العمليات إلى تطورات شديدة، لدرجة من الآن في تطورات صارت يعني رائعة جدا، اللي هي مثل إذا في الصورة اللي أحد التطورات اللي استخدمناها برضو في مستشفى الجاردنز اللي هي التحكم الصوتي بالأجهزة. إذا في صورة نقدر إنه نعرضها تعزز كلام الدكتور. اللي هي الصورة اللي يكون جهاز خاص نستخدمه نعطي الأوردر أو الإرشادات للكاميرا بالتحرك عن طريق الصوت. يمكن الصورة بعرف إذا طلعت على
التلفزيون. هاي الصورة بتبين جهاز خاص من صوتي، نرسل احنا من طريق الصوت نعطي الاوردرز التعليمات للجهاز انه يتحرك ان واوت ويمين وشمال. فهذه الاشياء طبعا كلها اشياء تطورات حديثة، بالاضافة لانه سنستخدم كاميرات 3D اللي هي 3 دايمنشنز ثلاثي الابعاد، ثلاثي الابعاد في التلفزيونات وفي الكاميرات فكل هاي التطورات بتساعد الجراح فعلا على انه يؤدي العملية بأفضل طريقة وأحسن طريقة. صحيح، يعني عم نشوف طرق وأساليب حديثة وأجهزة حديثة وجديدة في مستشفى الجاردنز وكوادر مدربة على هذه الأجهزة اللي هي بتساعد الطبيب في عمله بكامل يعني تفاصيله بأدق التفاصيل، وبتساعد المريض لأن المريض أكيد طبعاً هي بالنهاية هي يعني لمصلحة المريض. المريض أكيد إنه يعني يقوم وتكون فترة النقاهة بالنسبة له كتير خفيفة وقليلة، مش زي يمكن زمان لما كنا نسمع عن عمليات بسيطة لكن يقعد فيها الشخص أسابيع. كانت مرعبة، الآن صارت سهلة جداً العملية. سهلة جداً يعني بوجود أكيد مستشفى الجاردنز وكوادره وأجهزته الحديثة. دكتور، السمنة المفرطة واللي هي طبعاً يمكن حاجز كثير من الأشخاص، هلأ إحنا طبعا شفنا عم نشوف حياتنا سريعة، الجنك فود، غذائنا غير صحي، فكثير من الأشخاص بيعانوا من هاي السمنة المفرطة، وفي أشخاص حابين إنه فعلا يتخلصوا. إحنا بنقول دائما يعني يحاولوا يأكلوا غذاء صحي، لكن في ناس مش بإيدها ممكن إنها تحتاج للجراحة حتى تخلص من هذه السمنة. احكي لنا شوي عن هذا الموضوع لما حضرتك متخصص فيه في مستشفى هو الجاردنز. طبعا جراحة السمنة المفرطة يعني بدها حلقات، يعني موضوع طويل جدا، لكن باختصار مشكلة السمنة مشكلة عالمية الآن. حتى الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية أعلنت فعلا أنه السمنة أصبحت مرض وصارت مشكلة عالمية. المهم في الموضوع أن المشكلة تبدأ من الطفولة. الآن كثير زي ما تفضلت أنه طريقة الأكل، طريقة الحياة، الآن بنواجهها المشكلة بالأطفال. الأطفال ما بيتحركوا معظم أوقاتهم على التلفزيون، على الألعاب الجديدة، البلاي ستيشن والأمور هذه، دائما في جلوس مستمر، ما في حركة، ما في رياضة، والأكل اللي هو الجنك فود. هذا بيؤدي للسمنة اللي تظهر الآن، المشكلة الكبيرة في العالم اللي تبدأ من الطفولة. طبعا إذا بدأت من الطفولة راح تستمر مع المريض طول عمره للأسف، وصعب جدا إنها تعالج. حتى مع العمليات الجراحية بيكون صعب جدا إنه يفقد المريض وزنه بصورة طبيعية. فاحنا دائما بنحاول ان نعمل التوعية، ولكن للاسف بدها دراسات وبدها يعني من بدايه الطفوله بالمدارس بكذا نبدا بتوعيه الاطفال للموضوع هذا. الان بالنسبه للكبار اللي بيجون للمرضى، احنا طبعا عمليات السمنه اساسا ما بنعملها الا لسن معين، لان ما بنستطيع نعملها نجريها للاطفال الا اذا اضطرينا. الان بدينا نضطر نعمل، لانه هذيك اليوم مثلا اجاني مريض 12 سنه وزنه 100 كيلو، فلما يعني ما بنقدر نترك المريض هذا بأثر على حياته بالضبط، فما بنقدر نتركه لفتره طويله، لكن لابد من التدخل فيهم هذول الاطفال. الان صار يعني معظم المؤتمرات اللي بنحضرها، الوركشوبس، ورشات التدريب ورشات العمل، بتتكلم على الموضوع هذا، موضوع الاطفال. ولكن بالنسبه للكبار بنتجه دائما الان الى جراحه السمنه المفرطه للمرضى اللي ما بيستطيعوا التحكم في وزنهم، بزيد وزنهم طبعا لحد معين تبدا مع ظهور الامراض، ولهالسبب بنسميها احنا السمنه المرضيه او السمنه المفرطه. طبعا معروف ان السمنه لما تزيد عن حد معين تبدا المشاكل، القلب، مشاكل المفاصل، مشاكل الظهر، مشاكل عديده، بالاضافه للمشاكل اللي دائما نتناساها النفسيه او الاجتماعيه. هذه المشاكل كلها طبعا لابد من حلها ولابد من علاجها. الطرق المثلى طبعا لإنزال الوزن معروف عالميا، والشيء الأساسي اللي هو تقليل الأكل والرياضة. فإحنا برضو مع العمليات الجراحية ما بنستغني عن الشيء هذا وما بنستغني عن الوظيفة، لكن بتساعدوا المريض. بالضبط، إحنا بنساعده بالعمليات الجراحية، لأن العمليات الجراحية اللي بنعملها فقط لمساعدة المريض، ولكن مش سحر إنه راح تنزل وزن. وهذا اللي كتير من الناس اللي ما بيستوعبوه. الآن المريض لما يجي لازم يكون عارف فعلا إنه هاي العملية ما هي سحر، ما راح تنزل وزنه لوحده، لازم هو يبذل جهد منه. صح، بالرياضه، بالالتزام بالاكل، بطريقه الاكل، التعليمات، بالتعليمات اللي بنعطيها. الطرق والاساليب الحديثه بهذا الموضوع دكتور نتعرف عليها. احنا طبعا بدينا في الاردن باجراء العمليات الجراحيه من فتره، من قبل سنه 2000 يعني بالتسعينات. طبعا بدات اول شيء بالعمليات بالفتح، كانت اللي هي تحويل المسار وعده عمليات كان بالفتح. لما ظهرت جراحه المنظار تحولت الامور هاي الى جراحه منظار، فصارت بجراحه الثقوب.
بجراحة الثقوب الصغيرة هذه. صار سنة بدينا أول شيء بالنظار بجراحة الحزام المعدي، حزام المعدي طبعا بدينا فيه من 2000 تقريبا، وبدينا إلى سنوات قليلة مضت يعني بدينا نتحول لجراحات أخرى مثل جراحة القص المعدة اللي بنسميها سليفة أو التكميم، لأن هذه استبدلت الآن تقريبا يعني خف استخدام الحزام المعدة، انتقلنا إلى عمليات أخرى اللي هي مثل القص المعدي بالإضافة لعمليات تحويل المسار. الآن كل العمليات هذه، كل عملية لها مضاعفات ولها مشاكل ولها أثار جانبية وأثار جيدة طبعا للمريض. بشكل عام إذا المريض التزم وكان متابع مع الطبيب وأجريت له بطريقة صحيحة من قبل طبيب مختص، عادة النتائج بتكون ممتازة. لكن للأسف الشديد في كتير مرضى ما بيلتزموا أو بروحوا لأماكن مش مضبوطة في التعامل مع المريض، بنلاحظ مشاكل، بنسمع أكيد سمعت عن المشاكل والمضاعفات اللي بتحصل من هاي العمليات الجراحية. لكن الآن يعني هذه برضو من الطرق الحديثة اللي هي علاج السمنة المفرطة بالمنظار في العلاج السمني واتباع التعليمات من الطبيب. بدينا طبعا نجريها كلها هذه في مستشفى الجاردنز، كلها سواء حزام المعدة قص المعدة أو الباي باس تحويل المسار كلها موجودة، الحمد لله نتائج كلها ممتازة وجيدة، يعني المرضى كلهم يعني إذا كان متفاعل مع الطبيب وملتزم بالتعليمات بياخذ النتائج، فبياخذ النتيجه الممتازه ان شاء الله بالسلامه. يمكن سريعا دكتور في سؤالنا الاخير لانه ادركنا الوقت، عن الطرق الحديثه في الجراحه العامه اللي تحدثنا فيها يمكن بالبدايه، قلنا يمكن هاي العمليه عمليات البواسير بدون الم، وانا هيك استغربت من الموضوع فحابين نستوضح من حضرتك. هلا البواسير طبعا مشكله شائعه جدا، معظم الناس عندهم البواسير ولكن بدرجات مختلفه، الدرجه الاولى الثانيه الثالثه او المضاعفات. فالمرضى كلهم يعني كثير مرضى بيشكوا من هالمشكلة هذه، وعلاجها مهم جدا لأنها قد تتفاقم وتعمل مشاكل كبيرة للمريض. نعم. العلاج تبعها كان في البداية أو الزمان اللي هو العلاج الجراحي المعروف فقط بالجراحة، اللي هي استئصال البواسير، بنترك الجروح مفتوحة بيضل المريض يعاني من آلام لفترة شهر شهرين ومشاكل. الآن في طرق حديثة صارت مشان تخفف هالمشكلة والمضاعفات والمشاكل تبعت البواسير عن طريق جراحات معينة اللي هي بدون ألم فعلا، بندخل يعني بنعالج البواسير من داخل قناة الشرج بدل من تكون على الجلد من الخارج اللي هي المكان المؤلم، وبالتالي المريض ما بيشعر بأي ألم. يعني أجريناها عدة عمليات الآن وبنجريها في المستشفى الجاردنز اللي هي بدون ألم، المريض بيدخل بنفس اليوم ممكن يروح المساء يعملها صباح يروح يتحرك وما بيشعر بأي ألم ولا شيء ولا في معاناة بعد العملية الجراحية، لا من ناحية الجروح ولا من ناحية الإفرازات ولا من ناحية الألام وعدم ذهابه للعمل والأمور هذه. فهي طريقة حديثة جدا فعلا ورائعة جدا للمريض. طبعا اللي جرب عملية البواسير بيعرف المشاكل والألام تبعتها والمشاكل تبعتها، نعم، واللي جرب هذه الطريقة فرق شاسع. يعني احنا لاحظنا فرق شاسع بين المريض بالطريقة التقليدية وبين المريض اللي بالطرق الحديثة اللي بنسميها احنا الدوبلر او طريق الجهاز خاص بالألتراساوند، بنحدد فيها الأماكن الشرايين المغذية للبواسير وبنربطها من الداخل، وبالتالي ما بيعاني المريض من هالمشكلة. يعني دكتور عماد تفاصيل في غاية الأهمية بتخص كافة خلينا نقول جراحات الجهاز الهضمي، الجراحة بالمنظار خاصة والطرق والأساليب الحديثة اللي بتستعملوها في مستشفى الجاردن، وأيضا آخر شيء عم نحكي عن جراحة السمنة المفرطة وجراحة البواسير بدون ألم، وهاي يمكن كتير أشخاص بيهتلوا همها وأسعارها كويسة. هاي من خلال الدكتور عماد كمان عم بيقول إنه كمان الأسعار كتير كويسة. هلا في عروض من يعني بالشأن في عروض في مستشفى الجاردن، المرضى تفضلوا ونحن حاضرين في عروض الأسعار، يعني كل الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المشاكل هاي في عروض خاصة بمستشفى الجاردنز، وعم نشوف إنه بالطرق الحديثة والأساليب الحديثة والكادر الطبي المتميز عم بيقدر المريض إنه يقوم بالسلامة ويمارس حياته بشكل طبيعي بدون الألم المخيف يمكن اللي كان دائما الناس تهتل همه. يعني بنهاية لقائنا شرفتنا دكتور عماد محمد الزيات، استشاري جراحة المنظار، جراحة العامة، جهاز الهضمي وجراحة السمنة المفرطة في مستشفى الجاردنز. شكرا لكم، موفقين دائما ان شاء الله، على ايديكم يا رب، بإرادة ربنا وايديكم الشفاء للجميع. شكرا جزيلا. شكرا. عليكم شكرا. 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 مشاهدينا بعد الفاصل تمارا عوض، هذه الفنانة المتميزة بعدسة كاميرتها وبعينها الثاقبة رح تفرجينا اجمل اللوحات الفنية الفوتوغرافية، وايضا رح تعبر عنها حسب ما هي بكلماتها وحسب ما هي بتشوف. خلينا نشوف تمارا عوض لكن بعد الفاصل.